بدي أوتار للجيتار. أنا سمعت عنك، بظن. أنا سألتك شي، شو بتظن؟ أنت بدك تضل هون؟ بسرعة جيب يلي طلبته. معناها هي الكتب. نانديني انتبهي، كتير ثقيل. تفضل هاي الأوتار. مع مين عم تحكي؟ هي بتحب تكسر كل شي بهالحياة. بعتذر استاذ ماني، ما رح تخليني وقف. شهور صار بيناتنا كتير ذكريات وشوية شغلات صغيرة كتير. تتذكر المخزن؟ شرباني انت بتعرفي انا بحب النجوم. انت بتحبه؟ ايه. انت بس خليك معي وانا بلمع طول ما انا هون، فانا رح المع كرمالك. ماني نحن جمعتنا كل هالذكريات سوا. بس ما بظن انه هالشي رح يكفي لطول هي الحياة. أنا رح أروح. سكري دمك. ليش؟ ما فيك تتحمل أكثر؟ قلتلك سكري دمك. ماني رح يكون سهل عليك إنه تنساني.
ماني بظن إنه هي النهاية وأنا لازم أتقبلها. كان بدي أحكي معك أكثر بس أنت ما سمعت، وأنا كان بدي أقول كثير. بس حبيت إني أجي وودعكن، مو أكتر من هيك. أنا بعرف إنه من لما التقينا ناندينيا ما في داعي لكل هالشي. آليا مبسوطة إنك رايحة. ديروف، أنت ما بتعرف مشاعري لتحكي عني، لهيك لا تقول شي. عن جد؟ عم تقولي هيك؟ ناندينيا رح اشتاق لك. ديروف، أنت بالنسبة إلي أحسن رفيق بالكلية. أنت كنت دائماً تساعدني، شكراً كتير إلك. وهذا يلي عم قوله بآخر يوم إلي، بشوفك على خير. شو قصدك بآخر يوم؟ أنت بتعرفي إنه مو بهالسهولة بتنتهي الصداقة. بتتذكري؟ نحن رفقة للأبد. آليا، لوين آليا؟ كبير، باي. آسفة؟ باي؟ أنا إبلان. ماني قوم، ماني قوم واحكي مع ناندينيا. وأنا بعرف إنه ماني ما سمعك، لهيك بظن إنه لازم تحكوا وتوقفوا هالشي اللي عم تعملوه. قوم ماني. دائماً تقولها من لما كنا نتخانق بناخذ استراحة وما منطلع لمحل. ماني، ليش؟ ليش عم تعمل هيك؟ عم تضيع حالك. بتعرفي شو؟ يونيكا،
أخذت مني كل شيء، سرقت مني حياتي، فصرت هيك. كانت كتير أنانية وطماعة لحتى وصلت نفسيتي لهون. بس ماني هي أمك. لكن ليش لليوم أنا ما بقلها ماما؟ هي دمرت أجمل علاقة نظيفة بهالعالم. العلاقة يلي بين الأم مع ابنها، بالنسبة إلها هي تستخدمني لتستفيد من أبي. بس مع وجود هارشاد ولا شيء، ولا شيء ماني. وانتي دخلتي على حياتي. وانتي غيرتي كل شيء. كل شيء بالنسبة لألي صار أحسن. وبعد كل هاد أنا ما عاد عرفت إنك ما بتثقي فيني ولا بتثقي بعلاقتنا. أنتي صدقتي نيونيكا؟ أنتي بتعرفي كيف بتفكر، وأنا ما همني شيء لأني أنا بعرف كيف هي. بس أنتي كيف قدرتي تصدقي بهالسهولة وبهالبساطة؟ أنتي خذلتيني. ماني معك حق، أنا غلطت وكلمة آسفة ما رحت فيه، وبعرف إنك ما رح تسامحني. Thank you.
أنا رايحة. انتبه على حالك. انت يلي ساعدتني صح؟ ساعدتك صحيح، لازم شوفك، لهيك ما فيني شوفك عم تروحي. ماني انا كنت بعرف، بس انت شكلك ما بتعرفي ليش رجعتك. رجعتك لسبب واحد، انه ما عاد اهتم فيكي من جديد ابدا. ليش لازم حس بشي؟ لازم تحسي بهالشعور. شو يعني؟ يلي بقصده يا نانديني، من هلا ورايح رح خليك تعاني، تعاني كتير صدقيني، رح خليك تعاني لدرجة إني أجرحك، وهالمرة رح تشوفي الوحش الحقيقي. الوحش يلي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.